حسابكم الله. تقول هل صوم العاشر من ذي الحجه مستحب؟ العاشر يوافق العيد، صوم العيد حرام، لا يجوز صوم يومي العيدين، وانما الذي يصام العاشر الاول من ذي الحجه، يعني من اول الشهر الى اليوم التاسع الذي هو يوم عرفه، اما يوم العاشر فهو يوافق يوم العيد فلا يجوز صوم. نعم.